كنافة مفرومة ومتحمرة، عندنا كمان سيرب متوسط، الشربات يكون متوسط، وعايزين كمان فراولة شرايح، وعايزة كريم شانتيه مخفوق. مفيش أسهل من كده، حلو ممكن نعمله في رمضان ونستغل موسم الفراولة. يلا بينا. شوية الكنافة بقى ساعات بيبقوا قليلين كده في الفريزر مثلا، فتطلعيهم تحطيهم في الفرن يستووا، أو تحمريهم على النار في طاسة أو في حلة ما بتلزقش. يلا بينا. والسيرب بتاعنا اللي احنا شغالين بيه الأساسي هو اللي بنحلي بيه. هناخد كده الكنافة المتحمرة وننزل عليها بالشربات، ده أساسي، لازم الكنافة نفسها نحليها، وبعد كده بقى براحتك كده. نديها شوية شربات كمان. في الكوبايات، في الكاسات، في أي حاجة بعمل كده، وبعمل طبقات. ممكن أضيف ايه غير الفراولة؟ زي ما بقول لكم موز، لو انتوا عندكم مانجا مثلا حاطينها في الفريزر. كده والفراولة من الحاجات اللطيفة جدا وسريعة جدا برضو في العزومات. انت بقى تقدري تبدعي في ال ايه ده، تقدري تبدعي في ان انت تحطي مثلا جبنه كريمي، تحطي اضافاتك، انت عايزه حليب مكثف محلى مثلا. اعملي كده، وممكن تزيني بالكنافة وممكن تزيني بالفراولة. يعني ممكن نحط مثلا شوية كنافة كده ونقفل عليها بالكنافة، وممكن نديها فراولاية كمان للتزيين بالشكل ده. نعم اوكي. احنا ايه هنظبط في التانية اكتر، لان انا عندي هنا كمان كنافة متقطعة صغير، هتبقى لذيذة قوي لما نحطها في النص بدل الشرايح. ده من الفراولة طبعا. احنا ايه، دي بقى حاجة ترجع لك يعني. ده طبقة، وهكذا وهكذا. تضغطي كده بقى وتقفلي بالكريم شانتيه مثلا تاني كده اهو، ونقوم حاطين شوية فراولة حلوين من فوق. انا شايفة ان الفراولة من فوق شكلها احلى. نقفل بفراولة كده، شكلها ألذ. وعلى التلاجة بقى، فراولة لونها مبهج الحقيقة. في ناس كتير تحب كمان تستخدم الفواكه المجففة، ممكن تضيفي حاجات، يعني لو انت في حاجة معينة بتحبيها فيها ضيفيها، هتبقى لذيذة برضو.
مشمش مثلا. لطيف. حاضر.